بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هقول لكم اسعار الميكرويف. طبعا احنا هنا عندنا ميكرويف شارب وميكرويف سامسونج وميكرويف ال جي وفي ميكرويف سوناي وتورنيدو. تمام، عندنا الشارب اهو ده 34 لتر 1000 واط، في شوايه لون سيلفر ب 8529. ده الشكل بتاعه يا جماعه، الجسم بتاعه استانلس من بره زي ما انتم شايفين. في بقى الاكبر شويه اللي هو 43 اللي هو بشوايه برده لون سيلفر، وده الشكل بتاعه، ده عامل 12000 جنيه. طيب في بقى الشارب ال 25 لتر 900 واط بشوايه لون سيلفر 6869. اهو يا جماعه الشكل بتاعه، واللي فوق ده الاسود بتاعه. طيب اللي فوق خالص ده التورنيدو، طبعا انتم مش شايفين، هنحاول كده اقرا لكم اللي فوق ده اللي هو ده يا جماعه. ده التورنيدو 25 لتر بشوايه 5649. تمام، وفي 25 لتر بدون شوايه ب 4829. اللي جنبه ده اللي هو الاسود، الاثنين الاسود اللي فوق بعض دول، ده الهوفر ال 25 لتر بالشوايه ب 7900. اللي فوق طبعا خالص دول السامسونج، وفي هنا برضو ال جي. اه يا جماعه ال جي بالاسعار بتاعتها، ال جي 42 بشوايه بالضمان بتاعه، ضمان ال جي طبعا ضمان كويس وضمان 10 سنين. اه يا جماعه، وده سمارت وانفرتر موفر في الكهرباء 42 لتر اسود بالشوايه، وفي منه السيلفر بالشوايه. الاسود بالشوايه ب 10890 والسيلفر بالشوايه ب 11790. بص كده على الشكل بتاعه اهو يا جماعه، ده ال جي اهو زي ما انتم شايفين، واللون الاسود بتاعه ده اللون الاسود بتاعه، وفي طبعا المقاس الصغير. في برضو في عند الصناي اهو يا جماعه، ده صناي 30 لتر لون فضي ب 4200، ده الشكل بتاعه ما شاء الله حجمه كبير. وفي ال 42 لتر ب 9890، وده الشكل بتاعه. نقول برضو بالمره اسعار الافران، افران الكهرباء هنا في فريش وفي ليفون وفي شارب وفي تورنيدو. تمام، وفي صناي، يعني مثلا ده الشارب 42 لتر بشوايه وفي مروحه اهو ب 5669. ده الشكل بتاعه يا جماعه والوظائف بتاعته اهي. وفي برضه عنده التورنيدو 48 لتر 1800 واط اهو بالشوايه والمروحه، ازاز مزدوج ب 3439. ده الشكل بتاعه. وفي عندي الصناي 60 لتر 2100 واط 3900، وعنده الشرب 60 لتر بشوايه ومروحه ب 6879. اهو يا جماعه معلش الاشكال، بس المراوح بس مغطيه على الاشكال. تمام، يبقى انا قلت اسعارهم دول الافران والميكروفات اللي موجوده حاليا. وان شاء الله هقول لكم بقى الايه الفيديو الجاي، هقول لكم على اسعار المكانس الكهربائيه او المبردات او الكبات، اختاروا اقول لكم ايه. ومعلش لو في ما بردش على الكومنتات عشان بس معلش انا مشغول حاليا، وانا عامل خاصيه في اليوتيوب بتظهر لي الكومنتات بتاع الناس اللي هي عامله اشتراك فقط في القناه. شوفوا الاخرين ان شاء الله فيديو جديد.